من أبرز الفائزين في الانتخابات التشريعية الأوروبية جوردان باردلا، فمن هو؟ في عمر 28 عاماً صعد نجم هذا السياسي الفرنسي الطموح الذي سيصبح رئيس وزراء فرنسا المقبل في حال فاز الحزب اليميني المتشدد الذي يرأسه أي التجمع الوطني في الانتخابات التشريعية المبكرة التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. فالتجمع الوطني تقدم على الغالبية الرئاسية والحزب الاشتراكي، وباردلا واثق من قدرته على إدارة البلاد. Je fais à 28 ans ce que je devrais faire en politique à 45 ou à 50. القدرة الشرائية، الأمن والهجرة أبرز ملفات تتناولها باردلا، الذي يؤكد أن للفرنسيين أولوية الحصول على الخدمات الاجتماعية لا المهاجرين. Allez voter pour infliger à Emmanuel Macron une défaite électorale sans précédent. مع نحو 1.5 مليون متابع على تيك توك، يتوجه هذا الشاب الذي يتقن فن الخطاب السياسي إلى الشباب، وقوته تكمن في أنه يعرف همومهم جيداً كونه ابن عائلة متواضعة من أصول إيطالية، وقد نشأ في إحدى ضواحي باريس وشهد الاحتجاجات والعنف فيها. بعدما حاز على البكالوريا الاقتصادية والاجتماعية، التحق باردلا بجامعة السوربون، لكنه تخلى عن دراسة الجغرافيا ليتفرغ للسياسة. في عمر 16 فقط انضم إلى الجبهة الوطنية، أي حزب لوبان اليميني الذي تغير اسمه لاحقاً للتجمع الوطني. وبعدما شارك في حملة لوبان الرئاسية عام 2017، أصبح عضواً في البرلمان الأوروبي في عمر 23، لينتخب رئيساً لحزب التجمع الوطني عام 2022. فمارين لوبان التي تطمح للوصول إلى الإليزي وتريد تغيير الصورة النمطية العنصرية للحزب الذي أسسه والدها، وضعت باردلا الشاب في الواجهة. ما يجمع الاثنين أكثر من تحالف استراتيجي، فهو يواعد ابنة شقيقتها ويشاركها نفس الأفكار اليمينية. فهذا الشاب يعترض على طريقة إدارة أوروبا ويردد شعار فرنسا تختفي بسبب المهاجرين الذين يغيرون ثقافة البلاد وعاداتها على حد تعبيره.